وقد كان مولانا صلى الله عليه وسلم كثير تواضع شديد حياء، وقد كان مولانا كثير التواضع شديد حياء، رافعا خرق قمصان ويخسف نعلي شاته ويخدم أهله برفق وإحسان، يحب مساكينا يعود مريضهم، يشيع موتاهم، يواري بأكفان، ويقبل ذا عذر يماشي أراملا، يواسيهم يماشي لعبدان. لقد ملئت منه الملوك مهابة، وما هابهم بل لم يخف بأس سلطاني، ويغضب لله الكريم ويرتضي لما يرتضيه زاجرا أهل عصيان، ويمشي وراء الصحب في السر قائلا: دعوا الظهر للأملاك مع كل روحان، وقد ركب الهادي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرسان، إذ كان سيد فرسان، وقد ركب الهادي بعيرا وبغلة كذا فرسا إذ كان سيد فرسان، وكان يقل اللغ ويبدأ ملاقي بخير تحيات يحيي بإعلان، يطيل صلاة خطبة جمعية يقصرها لكن بأكمل أركان، ويألف للأشراف يكرم فضيلا، ويمزح حقا مع نساء وغلمان، يقول بما يرضى الإله ما قاله فداء فؤادي بل وروحي وأنساني، وروحي وأنساني، هو
الشمس في حسن هو البدر رونقا محياه فاق النيرين بحسبان إلهي روح روحه وضريحه بعرف شال من صلاة ورضوان عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.